عندهم يعني والحمد لله يعني هذا كله من فضلهم حتى أبناء حاجة طبيعية. فإحنا نتمنى من كل يعني قلبنا ونتمنى نوهم النقطة هذه لما تجي ولي استدعوا لأمر اسم الله فنخشة مدرسة مازيخ اسم زايد من الطلبة لما بعدين شي تغيي في قص تكرم تأجي من تأسار في المدرسة بعد نقطة خلش بس زايد مباشر الجول الكبير مكانك وعالي شانك يا ابن العفة عنوانك تواضرون تواضرون الصلاة فالاجتماع هذا كان احتفالا بيوم المرأة العالمي فله عندنا عدة ملاحظات على بعض الطالبات وبعض النقاط طرحناها في هذا الاجتماع فنبوا يشاركونا أولياء الأمور في إيجاد حل مناسب لبعض المشاكل داخل المدرسة رسم رياضة أشغال موسيقى أمازيغية أي شيء ما دام معين لمدرس يجب أن يحترم وجود هالمدرسة هو سواء الاهتمام اللي نشوف فيه ونلقى فيه في المدرسة هذه ما شاء الله ربي عاونه اليوم مكتب خدمة اجتماعية والصحة المدرسية بمدرسة زوارة البنات قامت بإحياء هذه الذكرى بتجمع عدد عنصر نسائي الأمهات وليئات عمر الطالبات لحضور هذا الاجتماع ومناقشة بعض المشاكل الطلبة مرة ضاعوا امتحانات احنا ما نبوش نحدد وتوع لكن في كم من مرة ضاعوا